في كلية طب الأسنان الدفعة الخامسة. تخرجنا رغم هذه الظروف الصعبة، ظروف زمن كورونا. إن شاء الله نكون أبناء المستقبل إن شاء الله. نعيش فرحة، فرحة غامرة، وفرحة هي فرحة حصاد، حصاد سنين وأيام وليالي للعائلة والطالبة، وكذلك جهود القائمين على هذه الكلية من السنة الأولى إلى السنة الأخيرة، الجهود المتواصل من الأساتذة ومن الكادر الوظيفي لهذه النتيجة، النتيجة المفرحة التي كللت جهود العائلة والطالب والكلية. رغم هذه الظروف اللي مرينا بها، رغم كورونا، رغم المرض، رغم كل الظروف اللي عانينا منها، احنا صرينا وتخرجنا، وهذه اللحظة توثقنا، لحظة بدنا ناخذ الصور الجماعية ويا أساتذتنا اللي تعبوا ويانا، اللي ما قصروا، ويا أهلنا اللي نشكرهم، تعبوا ويانا هواية، نشكرهم كلش هواية. نقدم تخرجنا لأهلنا للعراق، نحاول أفضل ما عندنا نقدمه حتى نوصل عراقنا لأفضل عراق. شكرا لأساتذتنا، شكرا لجامعاتنا، شكرا لأهلنا. إن شاء الله مبارك عليكم وعليهم وعلينا. وأتمنى كذلك لكلية طب الأسنان في جامعة الكفيل لكادرها الوظيفي وكادرها التدريسي تمام الموفقية على ما أنجزوا هذا الإنجاز، وأوصلوا هؤلاء الطلبة إلى هذا المستوى وإلى هذا اليوم، ليقروا أعين آبائهم وأمهاتهم وعوائلهم، وأكيد أن يكون لهم الأجر والثواب والأجر على هذا الجهد المبارك إن شاء الله. والسلام عليكم.